ونذكر إخواني أنه هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بعد شدة تعرض لها الرسول وضغط عظيم تعرض له الرسول والصحابي في مكة المكرمة، واضطرتهم في نهاية المطاف وبأمر الله عز وجل وبعد أن سمح الله عز وجل لهم أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. وهذه الهجرة إخواني إنما كانت بداية لتأسيس للدولة.